تحية بيك يا محمد وبكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وهذه الأجواء الرائعة التي تسبق طبعا سفر الفريق لتونس لأداء المباراة الهامة والمصيرية أمام فريق الترجي التونسي. كلنا إن شاء الله بنيو يا رب إن النادي الأهلي إن شاء الله يكون موفق في هذه المباراة ويقدر يرجع بتذكرة التأهل لدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا. لكن دي خليني أقول لك سريعا فور نزول لاعبي النادي الأهلي، يمكن الهتافات توالت من قبل الجمهور المتواجد بكثافة في مدرجات استاد مختار التتش، وبالتحديد هتافات لكابتن حسام البدري، تلاها مباشرة هتافات لشريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي. ويمكن حاجة كان شيء مميز جدا الهتاف لشريف إكرامي، خصوصا بعد الغلطة اللي حصلت خلال المباراة السابقة أمام فريق الترجي، واللي وارد اي حارس مرمى يتعرض لهذه الغلطات. شريف اكرامي اكيد حارس كبير وحارس مميز بالنسبه للنادي الاهلي ومنتخب مصر بشكل عام. لكن خليني سريعا اقول لك ان معايا في هذه اللحظات اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده اللواء برحب بك في البدايه. اهلا وسهلا، اهلا بيكم في النادي. طبعا في البدايه اكيد اجواء كبيره جدا، اجواء مهمه جدا، تواجد جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي مشكورا فتح الابواب لجمهور النادي الاهلي ان هو يكون متواجد النهارده. وطبعا يعني ده كان مهم جدا. يمكن شفت اهم لقطه بالنسبه لي استقبال شريف اكرامي، مهما كنا عملنا او ان احنا قاعدين الناس بتتكلم على شريف، هو جون كبير وهيعدي المنطقه دي او اللقطه ده. شريف عنده شخصيه وثقافه كبيره جدا، يقدر من خلالها ان هو يعدي هذه الغلطه او يعدي طبعا الغلطه اللي حصلت خلال المباراه. لا احنا مش عايزين نقولها غلطه ومش عايزين نبقى شريف، لانه يعني هقول عدم توفيق ما وارد، يعني ده وارد وفي كل اجوان العالم واعظم اجوان في العالم بيعملوا كده. فيعني موضوع غلطه، ما هقول غلطه من باك، اقول غلطه من فيرو ضيع فرصه، لا يعني هي ماتش التعادل او هزيمه بيبقى فرقه كلها، فوز بيبقى فرقه كلها. لكن بقول لحضرتك لقطه مضيئه جدا في الوجود النهارده، قطعا دي اثرت كتير قوي بالايجاب بالنسبه للشريف. الحقيقه الجمهور دخل بنظام بديع جدا، الناس كلها داخله في طابور، الناس داخله ملتزمه، الناس داخله بمنتهى الهدوء والادب. طبعا لازم طبعا اشكر الامن لانه عملوا مجهود غير طبيعي عشان ان هم ينظموا. في ناس بره يمكن ما توافقتش انها تخش، ما عرفوا ان المدرج اتملى، قالوا لا خلاص دول زمايلنا بينوبوا عننا، والناس انصرفت بهدوء. فيعني الحمد لله النظام برضو ده بيدي بقى يشجع الامن انه احنا بعد كده بقى في جمهور، ولما يجي مباراه الاهلي ان شاء الله في بطوله افريقيا ان شاء الله يدونا بقى 60 و70 و80 الف، لان احنا شفنا الماتش اللي فات ودي شايف المنظر، لا في تجاوز ولا في اي حاجه وفي التزام. فيعني ان شاء الله تكون دي نقطه لحاجه ايجابيه بعد كده. الجدل اللي كان حاصل امبارح حوالين وجود جمهور النادي الاهلي، عدم وجود جمهور النادي الاهلي، بعض وسائل الاعلام قالت او نصحت الجمهور بعدم التواجد خصوصا لما كانش فيه اي موافقات امنيه. ازاي تم التنسيق لحضور جمهور النادي الاهلي النهارده في مختار التتش؟ لا احنا ما منعناش حضرتك، هو الفكره بس انه في التمرينات العاديه عشان انا شايف انت منطقه اتقفلت، احنا كده قفلنا منطقه المرور كلها بالكامل، فعشان المنطقه دي نقدر ما نقفلش كل يوم تمرين وهيبقى بنفس هذا المنظر هيبقى موضوع صعب قوي على الامن يعني. لكن نظرا لحساسيه المباراه ونظرا لان اللعيبه محتاجه جمهورها، فالناس قالت انها هتيجي واداره النادي ما منعتش، ونسقنا مع الامن والناس تفاهموا معانا وقعدنا واجتمعنا وحددنا النظام هيبقى ماشي ازاي اللي انتم شفتوه بره. فالموضوع عدى يعني الحمد لله في منتهى السلاسه يعني. الشيء الجيد جدا هو التنسيق مع جمهور النادي الاهلي نفسه سات، اللي هو طبعا كان في تعليمات ليهم ان هم يبتدوا يدخلوا المدرجات في تمام الساعه الرابعه، وكان في تلبيه لهذا الطلب من قبل جمهور النادي الاهلي. ده يمكن اعتقد شيء ايجابي لما هو قادم من مباريات مختلفه للنادي الاهلي. لا الحقيقه الناس لما وصلت التزمت جدا، يعني حتى من غير تنسيق، ما فيش اجتماعات، ما فيش تنسيق بيننا والجمهور ان احنا مثلا بنعمل اجتماع او بنتفق، لا لكن الناس وصلت دخلت في طابورها، دخلت في نظامها، فهم التزموا من غير ما حد يلقي عليهم اي تعليمات. شافوا ان في طريق معين يخشوا منه، في نظام معين، الناس التزموا بيه بدون ما حد يكلمهم خالص. شيء مبشر وشيء مشجع لزياده عدد الجماهير ان شاء الله في حاله صعودنا لدور نصف النهائي، وايضا في حاله عوده الجماهير للدوري. بالظبط، يعني المنظر اللي احنا شايفينه ده اعتقد يعني منتهى الالتزام، وده استكمالا لمباراه اسكندريه برضو الناس كانت ملتزمه جدا، فاعتقد ان ده هيبقى شيء مشجع بالنسبه للامن او المسؤولين على عوده الجماهير. متفائل المباراه ان شاء الله نرجع بانتصار مهم ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. شكرا. ده